ضرب عزة. جينا لهاد المقبرة تفنى فيها واحد السيد من نمس، قالوا لنا ودي راه جات واحد المرة شريتها. مشيت عند السيد ولد مول البلاد، قال لي يا ودي قول لهم هذيك البلاد راه ما تسمع ما تشرى، راه بلاد جدودنا، راه بلاد تامي ولد عيشة، بلاد تامي ولد عيشة عندو 150 ولا 160 عام باش مات. ودابا نظركم بغيتوا تقلعوا على العباد الله قلعوا عليهم، ولكن نودي من الناس اللي هما كبار يجوا يتعرضوا لهذيك البلاد، راه ما عندها صحه، انا راه مريض كنموت. من عام عدد المقبره تقريبا؟ وعدا فوق 150 ولا 200. امتى كانت اخر مره دفنتوا فيها؟ باقي كتدفنوا فيها دابا؟ اي باقي كندفنوا فيها، دفنا فيها نهار مات هاد السيد من نمس يومين هادي. واليوم سيدي حنا في دار بو عزار، حنا جينا لهاد القضيه، حنا واقفين فيها في لله، ما فيها لا شهاده ديال الزور. عارفين واشنو عنده في جيبه الوثائق ديالو، خصو يسدها ولا بغينا نستدعيه ويجيب الوثائق ديالو، يا اما ارى الوثائق يعني مسير بحالك. شكون خصو يدخل هنا؟ السلطه المحليه بالدعم ديالنا حنا، بالدعم ديالكم نتوما. هادي راه السيد قائد المنطقه، هو اول قائد المنطقه، هو جا مثلا نقولها لك. السيد اللي جات عندنا صاحبي واحد العامين تقريبا، ربما الناس راه ما كبروا، واحد العامين جاتنا شي وثائق بانها شاريه، راك انها شاريه، بغات دير ريكيزيسيون، دير مطلب ديال الجزائر، الله يجازيك بالخير. انا بالنسبه لي انايا غير راك نعرفها روضه، وبالاضافه لهذا الشيء راه ما كتوقفش في هذه الاجازه ديالها، شتي اكثر من 10 سنين، ما يمكنش يمشي معاك في هذا الاطار. مشات كدير التدخلات ديالها، رجعت عندنا مره واحده اخرى، عرفتنا عليها انها شدوا من عندها الدوسي، على اساس ان البلاد انا كنشوفها فيها الموتى مدفونين. الله يعطيك الصحه. انايا واحد انا كنشوفه انا ميت انايا مدفون، وغدا بغدا يقول لك واحد انا كنحوزها، هذه المساله راه ما يقبلها حتى شي واحد. ومن دليل الخبر ديال 40 سنه وفوق. كاينه 60 و50 و60. في هذه الارض هذه هنا، جدودنا مدفونين في هذه الارض. انا دابا عندي في العمر ديالي 72 عام، من نهار عقلنا وحنا هذه الروضه هي اللي كندفنوا فيها. كلشي كان هذه القبائل كلها كتدفن في هذه الروضه هذه. من واحد الوقت كثير كنا دراري صغار، احنا دابا كبرنا، واليوم عاد اليوم هاد الروضه ولا باغيين يحرطوها ويبيعوها، راه ماشي معقول هذا. وماليها الله يرحمهم مهبينها للدفينه، شي مهبينها باش يحرطوها الناس ولا شي حاجه، ماليها الله يرحمهم راه 150 عام ولا 200 عام باش باش هاد الارض كي الناس مهبينها. السلام عليكم، احنا من منطقه ضرب وعزه، هاد المقبره هادي يعني جدودنا احنا مهبين هاد الارض، يعني هاد الارض موهبه. مي دابا جاو ناس اخرين كيقول لك اودي هاد الارض داكشي اللي شات في المقبره، ما تبقى من المقبره بغيناه وبغينا نستثمروا فيه وبغينا نبيعوه، لان البقعه الارضيه دابا والمتر كاري في هاد المنطقه اللي احنا فيه يعني مرتفع الثمن ديالو. هادشي اللي كاين هادي من عقلنا وملي كبرنا، عندنا دابا 70 عام، انا عندي دابا 70 عام كنعقل فيها، كدفن فيها ولاد عبو ضربوا عزاق هنايا الحارت هنايا الكرواز، ما كلشي الناس، هاد الناس واحد 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 15 دائره كلها كتدفن هنايا. واليوم جات وحده بغات حرتتها وبغات قالت لي مشريت، وقالت لي مهدي وشن بغات تستغلها وبغات تدير. وحنا دابا ما عندنا هاد المقبره، عقلنا عندها تقريبا واحد العدد ديال الايام، والدينا وجودنا كاع عقلوا فيها قديمه، هاد الروضه قديمه.